شاهد مرحبا فيك في أولى لقاءات برنامجك رسالة من الكون. هذا البرنامج سميناه رسالة من الكون لأنه يحمل مجموعة من ما نسميه بالقوانين الكونية، البعض يسميها مبادئ حياتية، البعض يسميها سنن ربانية أو إلهية، والبعض يسميها قوانين كونية، وإحنا حنسميها قوانين كونية. والقرآن الكريم يتحدث عن هذه القوانين في الآية القرآنية: لك سنن الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. تلك سنن الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنن الله يعني قوانين الله سبحانه وتعالى وضعها كقوانين في الكون، ولن تجد لها تبديلا، وفي آية ولن تجد لها تحويلا، يعني المقصود فيها أن القوانين حاجة مستقرة، فالناس عندما تضع قانون معنى هذا القانون هو شيء مستمر، مستمر المصدر، مستمر النتائج، ومستمر على الحكم، والناس فيه متساوين. فكذلك القوانين الكونية هي حاجة ومسألة مستمرة، هي شيء حقيقي غير ملموس، يعني ما تحسه وتلمسه، ولكنها موجودة نراها كلنا ونعرفها. فنعرف مثلا أن الإنسان عندما يحسن التعامل مع الآخرين، الآخرون يحبونه، يعني يحسنون التعامل معه. هذا قانون، هذا قانون غير ملموس، يعني ما نستطيع أن نلمسه، ما نستطيع أن نقيسه، لكن نستطيع أن نحسه ونستطيع أن نرى نتائجه، في ذلك نحكم على أن هذا فعلا شيء واقعي، غير أنه لا نراه بالعين مجردة ولا نسمعه بالإذن، لكنه موجود. هذه مسألة أو تعريف القانون أو شيء مستمر ويحصل على نتائج مستمرة والكل فيه متساوين. بعض الناس عزيزي المشاهد قد يعرف القانون وقد لا يعرفه، وفي الغالب غالبية الناس لا يعرفون القوانين، ولكن القانون يستمر على الكل. مثلا لو نحن وضعنا قانون قلنا أن هناك إشارة حمراء معناها السيارة تقف، وإشارة خضراء معناها السيارة تمشي، وجاء شخص مثلا وفات الإشارة الحمراء واصطدم بسيارته وقال طيب أنا ما أعرف القانون هذا، هو القانون سواء عرفته أم لم تعرفه ينطبق ويشتغل مع الكل. مثل قضية مثلا من سنن الله سبحانه وتعالى أو من القوانين الكونية الموجودة أنه مثلا النار تحرق وأن السكين تقطع، فلو واحد مثلا حط سكين على صبعه ومرر السكين هذه ومزقت صبعه وقطعت يده ولا صبعه، فيقول طيب أنا ما كنت أعرف، تعرف ولا ما تعرف القانون يشتغل، واحد وضع يده بالنار وحرقته النار، يقول ما كنت أعرف أن من سنن النار أو من قوانين النار أنها تحرق، سواء عرفت أم لم تعرف القانون ينطبق على الكل. من هنا الخطورة في الحقيقة، أنه عدم معرفة القوانين ليس فقط قد لا ينفع، لا يضر، يعني إنسان ما يعرف القانون قد يتضرر. لو شخص لا يعرف قوانين النجاح عمره ما ينجح، يعني إذا ممكن يعرفها لا يستحيل أنه ينجح، إلا أن ينجح بمساعدة يعني آخرين أو ضغط آخرين أو جره إلى بالدخول في ميدانهم وشيء من هذا القبيل، لكن في الحقيقة في العمق لو أراد أن ينجح لا ينجح إلا بالصدفة مع الآخرين فقط. قانون السعادة، من لا يعرف قوانين السعادة لا يسعد مهما حصل من هناك من الناس ظنوا مثلا أن السعادة يجنيها الإنسان بجني المال مثلا، هذا فهم القانون خطأ، لكنه مجتهد يعني يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع أن يحقق السعادة مثلا، وجني المال له فوائد أخرى بس ليست من ضمنها السعادة، هذه مسألة مختلفة تماما. لكن هل الإنسان أفضل أن يجني المال ويجني مال؟ أوكي أفضل صح، وتحقق له نتائج مختلفة ثانية، ما له دخل في السعادة. ممكن إنسان يكون سعيد وما عنده شيء من المال، ممكن كان إنسان يكون تعيس جدا وعنده ملايين من الأموال، وإحنا رأينا نماذج من المليونيرية والمليادرية، ونرى والمشكلة أنهم لم يدركوا هذا القانون. فهذه قوانين سنن موجودة في الكون. هنا سؤال مهم، هل يستطيع الإنسان أن يخترق هذه القوانين؟ الجواب نعم، يستطيع الإنسان أن يخترق القانون، لأنه قانون يسمى قانون معجزة، في قانون يسمى قانون المعجزات أو قانون الكرامات وكذا، يستطيع الإنسان أن يخترق فيه. طبعا هذه لها حالات استثنائية قليلة، ويعني يجب على الإنسان أن لا يبني حكم حياته على القوانين الاستثنائية، لكن لها استثناءات. هل ممكن قانون بشري إنسان يكسره؟ وارد،
هل ممكن يكون قانون في بلد مثلا معين والناس تخترق هذا القانون ولا تطبقه؟ طبعا انظر حولك، ترى هذه أشياء موجودة يوميا يعني. فالقانون قد يخترق وممكن أن يخترق حتى وإن كان قانون كوني، لكن لا تبني حياتك على الاستثناءات والأشياء والاختراقات. يعني هذا يجب أن لا تكون هذه سنة أي إنسان، بل حتى سنة الأنبياء والعظماء اللي هم كانت عندهم يعني عندهم قانون المعجزات جزء من حياتهم اليومية، ومع ذلك هم ماشيين مع بقية القوانين، يعملون وفق قانون السعادة للحصول على السعادة، وفق قانون النجاح للحصول على النجاح، وفق قانون النصر للحصول على النصر إلى آخره. فمعرفة هذا القانون مسألة مهمة. نريد كذلك في هذه المقدمة العجالة السريعة عزيزي المشاهد أن نتحدث عن أهمية معرفة القانون. يعني لماذا الإنسان يعني من المهم أن يعرف هذه القوانين؟ السبب الأول ذكرناه، وهو أنه إذا لم تعرف القانون قد تقع في نتائجه السلبية أو قد لا تحقق نتائجه الإيجابية. فالسبب الثاني كذلك، الإنسان بمجرد ما يعرف القانون أن كل ما عليه هو أن يطبق، يعني يختلق ويصنع سيستم نظام معين يمشي وفق هذا القانون فيحقق له النتائج. فلو كرر هذا الشيء مرارا سيحصل على هذه النتيجة مرارا. لو كرر الخطأ يحصل على الخطأ. قاعدة في البرمجة اللغوية العصبية وقديمة تقول if you always do what you've always done then you'll always get what you've always got. إذا كنت أنت دائما تعمل نفس اللي أنت تعمله فستحصل على نفس النتائج. هو ما تستمر اليوم أنا قاعد أحصل على نتيجة وأنا مستمر عليها سأحصل على نفس النتيجة. اللهم لذا أنا غيرت شيء في هذا العمل، في سيرورة الشيء، في القانون نفسه إلى آخره، وإلا سأحصل على نفس النتائج. فأنا إذا عرفت القانون ومشيت على نفس الشيء سأحصل على نفس النتائج باستمرار. هكذا مسألة يعني أخيرة كذلك، أن الإنسان يعني يجب أن يكون مؤثر في اختيار قدره. وهناك مقولة تقول 5% يصنعون ما يحدث، 15% يشاهدون ما يحدث، 80% ما يعرفون ايش قاعد يحدث. فأنت يجب أن تكون من 5%، 5% اللي يصنعون ما يحدث. قدرك هو صنع يديك، أنت تصنع القدر، أنت تصنع مستقبلك، أنت تصنع حياتك اليومية. كل ما هو موجود في حياتنا اليومية اليوم هو عبارة عن صناعة أيدينا له. يعني من يحصل على أشياء إيجابية فليشكر الله ويحمده أن الله وفقه لهذا الشيء، من يحصل على أشياء سلبية لا يلوم أحد، لا يلوم إبليس ولا أمريكا ولا الحسد ولا السحر ولا الأب ولا الجد ولا البيئة والمجتمع، مدير في العمل، رئيس الدولة، الحكومة، الآخر، كلها عبارة عن إسقاطات متكررة. الشخص إذا لم تحصل على ما تريد أن تحصل عليه فأنت السبب، كل ما يحصل لك في حياتك هو السبب. هذه قاعدة سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم ونتطرق لهذه القوانين بالتفصيل. فهو يريدك أن تكون أنت اللاعب في الملعب في حياتك، أنت الذي يحدد قدره ومصيره. هذا ما سنتطرق له قانونا قانونا بإذن الله، وسنتحدث عن أكثر من 30 قانون، كل قانون منها قد يغير في حياة إنسان بالكامل. فتابعها في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.